قد يواجهون خلاله عقوبات رياضية بما في ذلك الإيقاف. لذلك طلبنا من القادة اللي هم الكباتن طبعا عدم محاولة ارتداء شارات دعم المثلية في مباراة كأس العالم. كنا مستعدين، وهي دي النقطة بقى الجوهرية في الأمر، قالوا كنا مستعدين لدفع غرامات، ولكن لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يعرضهم للإيقاف أو حتى إجبارهم على مغادرة الملعب. يعني إيه إجبارهم على مغادرة الملعب؟ يعني إن أنت لو خدت إنذار قبل بداية المباراة معرض إن أنت ترتكب فاول، تحصل أي خشونة، تاخد الإنذار الثاني، هوب اللاعب أصبح يعني خارج أرض الملعب وكمان هيتمنع من مباراة تالية. فبالتالي هم تراجعوا بسبب قصة منح الانذار. لكن يعني بصوا بقى يا جماعه الكلام اللي بيطلع في بعض الحاجات اللي زي دي بيخلي الواحد برضو والله بيقف عندها كتير. يقول لك ايه؟ نشعر بالاحباط الشديد من قرار فيفا الذي نعتقد انه غير مسبوق. لا هو مسبوق وحصل قبل كده، وضربنا امثله بالدعم اللي كان بيلقاه او الشعب الفلسطيني من المنتخبات العربيه. قالوا ايه؟ لقد كتبنا الى فيفا في سبتمبر لابلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة وان لوف لدعم المثليين في كرة القدم، ولم نتلقى اي رد. يشعر اللاعبون والمدربون بخيبة امل. لا والله، فهم مؤيدون اقوياء للاندماج وسيظهرون الدعم بطرق اخرى. طبعا يعني احنا هنا كل واحد حر في ثقافته وكل واحد حر في توجيهاته، ولكن القصة باختصار شديد جدا ان احنا عندنا موقف واضح جدا في الدول العربية، بنحترم الجميع وبنتمنى من الجميع احترام يعني تقاليدنا وعاداتنا، وأيضا حملة اللا تمييز معناها ان انت ما تتدخلش في اي قصة وخلي كرة القدم لكرة القدم فقط لغير. دي كانت يعني اهم اخبارنا عن حفل الافتتاح ومباراة قطر والاكوادور، وكنت يعني حابب اقف عند السبع منتخبات وقرار الفيفا اللي انا بحترمه بشكل شخصي جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع حضراتكم باقي حلقة يعني فقرات الديربي مع أسامة على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2. ولسه مستمرين معاكم على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 وديربي مع أحمد أسامة، وطبعا لسه عايشين أجواء كأس العالم. خلونا ناخد الفقرة دي كده كأس العالم عشان بعد كده نبدأ في أخبارنا المحلية. خلينا أقول لكم أن مواجهة السنغال مع منتخب هولندا هتكون في تمام الساعة 6. السنغال بيتعرض لصدمة كبيرة جدا جدا بغياب ساديو ماني، وكمان الساعة 9 هيكون معانا منتخب أمريكا مع منتخب ويلز، وطبعا يعني احنا يهمنا فريق أو منتخب السنغال يحقق نتيجة إيجابية بصفته يعني منتخب أفريقي، نتمنى ليه التوفيق خاصة أن منتخب السنغال هو الذي صعد على حساب المنتخب المصري. ولما نتكلم عن منتخب مصر ونتكلم عن كأس العالم لازم نجيب حد كده أيقونة من أيقونات كأس العالم، واللي أنا بحبه على المستوى الشخصي الكابتن محمود فايز. يا مساء الفل يا كابتن. حبيبي كابتن، انت عارف على المستوى الشخصي بحبك بشكل كبير جدا، وكمان يعني ليكم قصة نجاح مع المنتخب المصري، واحنا قصص النجاح في الصعود لكأس العالم قليلة، يعني 3 مرات نقدر نقول ان 90 و2018. فشايف ازاي الاول غياب منتخب مصر، وهل كنت توقع يعني بعد ما وصلنا ل 2018 اننا نبعد عن البطولة التالية على طول؟ هو بإذن الله السنين الجاية يعني المفترض هيكون في 9 مقاعد يعني إن شاء الله، فأكيد إن شاء الله يعني يكون فرصنا أكبر. لكن خليني أقول لحضرتك كابتن، يعني وأنا كنت يعني ببقى شايف كويس أوي قصة التحضير النفسي تحديدا في الفترة اللي أنت كنت فيها مع منتخب مصر، وكان قصة مرتبطة بتحضير نفسي بشكل كبير جدا قبل المباريات الهامة. فهياخدني لسؤال عن منتخب قطر، والمعظم اتحدثوا
عن ان منتخب قطر ما كانش بالاستعداد النفسي ولا الذهني الكافي قبل افتتاح المباراة. فحضرتك شايف القصة دي ازاي مع منتخب قطر بالامس، برغم انه كان له تجارب يعني جيدة ومشاركات في افريقيا في اوروبا ومشاركات في الكونكاكاف ومشاركات في كوبا، فالقصة شفتها ازاي؟ ولا هو ده المستوى الفني او الفوارق الفنية بين منتخب قطر ومنتخب الاكوادور؟ شايف فرصهم يا كابتن محمود؟ يعني انت عارف المواجهات هتبقى قوية مع منتخب هولندا ومنتخب السنغال، هل ما زالت الفرص قائمة؟ بإذن الله طبعا كل التوفيق للمنتخب القطري والمنتخبات العربية والأفريقية المشاركة في كأس العالم. وهنا يعني مش هينفع أعدي، احنا واخدينك ما بين الشوطين مباراة إنجلترا وإيران، وطبعا كان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، يعني شايف الأداء اللي قدمه، أنا مش عايز أقول كرة دفاعية لأن حتى نسبة الاستحواذ ما بين منتخب إنجلترا ومنتخب إيران يعني تكاد تكون صعبة جدا. أنا قلت يمكن دي أو ده أول شوط كده، ما أعتقدش إن في منتخب هينزل يكون نسبة استحواذه قليل كده قدام منتخب آخر في دور المجموعات تحديدا. فشايف المباراة دي إزاي أو الشوط الأول إزاي وتفوق المنتخب الإنجليزي بثلاث أهداف في 45 دقيقة؟
طيب خليني اسالك برضو، يعني طبعا كنا عارفين او الشارع الرياضي المصري كان بيتكلم في وقت من الاوقات عن طريقه كبر، الطريقه الدفاعيه، برغم اننا قدرنا نحقق يعني افضل انجازات اللي هي الصعود للمباراه النهائيه، وكنا قاب قوسين او ادنى من الحصول على اللقب، ويمكن اتقدمنا كمان على منتخب الكاميرون، ولكن يعني ما حصلش توفيق اننا نحقق البطوله، وقدرنا اننا نصل لكاس العالم. ونفس الكلام لما جاء كارلوس كيروش اعتمد على بشكل كبير جدا على الطريقه الدفاعيه. انت شايف ان كان في فلسفة مختلفة ما بين كوبر، او ايه الفوارق اللي من وجهة نظر حضرتك شفتها ما بين طريقة كوبر وتعامل طريقة كوبر مع منتخب مصر وطريقة كارلوس كيروش؟ طيب يعني دلوقتي معانا روي فيتوريا مع منتخب مصر ولعب 3 مباريات، يعني وجهة نظر حضرتك وتحديدا بعد الفوز امام بلجيكا في مباراة يعني قوية، وبتلعب المنتخب المصنف الثاني عالميا، يعني شايف ان في تطور يعني على اداء منتخب مصر، وظائف مختلفة لبعض اللاعبين، الاستعانة ببعض اللاعبين يعني زي محمود حمادة يعني ويلعب بالثقة دي امام منتخب بلجيكا، ده بيدينا يعني مؤشرات لبطولة أفريقيا الجاية والصعود لكأس العالم القادم؟ يا رب بإذن الله. آخر سؤال وأسف للإطالة كابتن محمود، يعني توقعاتك للمنتخبات العربية في كأس العالم، عندنا منتخب المغرب، تونس، السعودية، احنا قلنا اتكلمنا عن قطر، فشايف الـ3 منتخبات وخاصة السعودية في مجموعة قوية جدا، أو الـ3 منتخبات في مجموعات قوية الحقيقة يعني. الأرجنتين نتمنى لهم التوفيق طبعا يعني. إن شاء الله. يعني سعيد جدا كابتن محمود، ودايما بنستمتع بآرائك،
وزي ما بدأت بقول على المستوى الشخصي يعني بستمتع جدا بالكابتن محمود فايز، بشكرك جدا يا كابتن، وإن شاء الله ملتقين دايما وأبدا، ونسمع ونستمتع بآرائك دايما في كرة القدم. حبيبي يا احمد جميل، ومسافه العالم كلكم، ودايما مقاومه انت وناجح كده وبجد يعني. حبيبي يا احمد، حبيبي كابتن محمود، شكرا جدا كابتن محمود، ولسه مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل، وديربي مع أحمد أسامة على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2. ولسه مكملين معاكم وديربي مع احمد اسامه على اذاعه القاهره الكبرى، والمهندس حسام بصراحه يعني بيختار شويه اغاني رايقين رايقين رايقين. طبعا عندنا اخبار بقى محليه يعني من النادي الاهلي ونادي الزمالك، وايضا عندنا كمان الاعلان عن مواعيد مسابقه كاس مصر، يعني خلاص الزمالك والمصري في تمام الساعه 5 يوم السبت على استاد برج العرب، والاهلي والمقاولين العرب يوم الاحد على استاد الاهلي والسلام في تمام 5 مساء في نفس التوقيت. اما بيراميدز هيلاعب البنك الاهلي الساعه 5 يوم الاحد في استاد القاهره او على استاد القاهره الدولي. طبعا عارفين اللي هيفوز من مباراه الزمالك والمصري هيلاعب الفائز من بيراميدز والبنك الاهلي، اما الفائز من مباراه الاهلي والمقاولون العرب هيلاعب فريق سموحه. طبعا فريق سموحه كان حسم التاهل على حساب منتخب السويس. طبعا كل التوفيق لاتحاد الكرة المصري في إدارة مسابقة كأس مصر، وقرر اتحاد الكرة المصري ان تكون المسابقة بدون جماهير، والحقيقة يعني كنا بنتمنى وجود جماهير، لان كرة القدم يا جماعة لعبة يعني ما بتحلوش كده غير بوجود الجماهير، فنتمنى تكون الأدوار المقبلة يكون فيها جماهير ان شاء الله. اما على مستوى الأندية طبعا النادي الأهلي النهاردة يعني بعد راحة سلبية رجع للتدريبات مرة تانية، وطبعا الاطمئنان على حمدي فتحي اللي كان أصيب مع منتخب مصر. الحقيقة حمدي فتحي من اللعيبة سيئة الحظ جدا مع منتخب مصر، أيا كان مين المدير الفني لازم حمدي فتحي في أي معسكر لمنتخب مصر يعني تحصل له إصابة كده. حتى وإحنا بنلعب أفريقيا مع كارلوس كيروش كان حصلت له إصابة، ولكن أصر إن هو يلعب، وكان عنده الحمد لله سرعة استشفاء عالية جدا، فقدر يرجع ويكمل البطولة مع منتخب مصر. حمدي فتحي بدأ الجري حول الملعب، وده المرحلة الأولى لتأهيل حمدي فتحي، لكن مشاركته في المقاولين في مباراة المقاولين لسه لم تحسم بعد، لأنه بيأدي برنامج تأهيلي منفرد كده، طبعا كان إصابته شد خفيف مع منتخب مصر. أما كولر فخلاص يعني بنسبة كبيرة جدا جدا إصابة محمد عبد المنعم وارتداء الواقي، مع إصابة محمود متولي أيضا اللي أصيب في أول يوم تجمع لمنتخب مصر، يعني بنسبة كبيرة خلاص خارج حسابات مارسيل كولر، واللي هيكون متواجد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، يعني بنسبة كبيرة جدا. كنتوا عارفين رامي ربيعة أنهى الموسم الماضي يعني بشكل جيد جدا، ولكن تم استبعاده بسبب الإيقاف من قبل الكاف في مباراتي الاتحاد المنستيري، وأيضا يعني بعد ما رجع كان عنده إصابة في عضلات البطن كده، لكن رجع الحمد لله، وبنسبة كبيرة هيكون هو مع ياسر إبراهيم يعني قلبي الدفاع في مباراة المقاولين العرب. وطبعا بنتمنى الشفاء لكل المصابين، وتحديدا ايضا الكابتن ايمن اشرف، يعني عنده مشكلة بقاله فترة طويلة جدا في ركبته، وكان يعني بياخد حقن ومسكنات، واستغل الفترة دي في انه يسافر مع طبيب الفريق الدكتور احمد ابو عبلة، وعمل عملية تنظيف سريعة كده في الركبة، هيغيب يعني مدة تتراوح من شهر لشهر ونص بالكتير شهرين. فطبعا يعني اصابات في خط دفاع النادي الاهلي بالتاكيد هتؤثر بشكل كبير جدا على الفريق. طبعا واحنا بنتكلم عن منتخب مصر الجميع شافوا يعني مستوى مختلف تماما لاكرم توفيق. اكرم توفيق ظهير ايمن بشكل عصري جدا، ويعني مستقبله واعد، وانا قلت مش هيقعد في مصر كتير. اكرم توفيق النادي الاهلي دلوقتي بيدرس تعديل عقده ورفع قيمه راتبه بعد مستواه المتميز سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. الحقيقه من اللعيبه اللي هي لعيبه رجاله جدا في ارض الملعب. ننتقل من اخبار النادي الاهلي واخبار نادي الزمالك. واخبار نادي الزمالك يمكن كنت امبارح بكلم حضراتكم وبقول لكم الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون سامسون اكينولا اين يكون، والقصه ما بقتش قصه جواز سفر. يعني البدايه مع سامسون اكينولا كان فيها دايما كده تحس كده في سسبنس في الصفقه دي،
يعني الصفقة دي جاية تحت السن، لا فوق السن، الصفقة دي مقابل مالي ما اتباعش قبل كده غير ب 150 ألف دولار، قيمته التسويقية 300 ألف دولار، فيجي ب 900 ألف دولار، فيلاقي يروح الإمارات يعمل كشف طبي، فقصة كبيرة كده. لا ده مصاب حاليا، يعني نادي الزمالك بيدرس بشكل كبير جدا جدا حفظ موقفه مع سامسون إيكونولا، وبصدد تقديم شكوى ضد اللاعب لحفظ حقوق نادي الزمالك في حالة عدم عودة اللاعب، لأن اللاعب يعني كل يوم يقول بكرة ويجي بكرة وأقول لك بكرة، فطبعا مش عارفين قصة سامسون إيكونولا. نتمنى إن شاء الله يعني اتحاد كرة القدم المصري يكون موقفه واضح مع نادي الزمالك في حفظ حقوقه تجاه اللاعب، لأن في النهاية يعني أنا ضد إن فكرة لاعب محترف يجي بمبالغ مالية كبيرة جدا وياخد حقوقه وفجأة ما نلاقيش اللاعب موجود، فنبدأ نكون في مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن ما كانتش دي بس أخبار نادي الزمالك، يعني الكابتن حسين لبيب طلع ببيان، يعني انتوا عارفين الكابتن حسين لبيب بيستخدم بعض المصطلحات كده فبتكون قاسية إلى حد بعيد، ولكن بيحاول يلعب على نقطة اللغة العربية، وأنا بشيد بصراحة باللي بيكتب بيانات الكابتن حسين لبيب من حيث الصياغة، لكن من حيث القوة بقى دي بقى وجهات نظر ترجع للمتلقي وترجع للمستمع. طبعا الكابتن حسين لبيب طلع بيان، يعني اسمحوا لي اقرا مع حضراتكم بيان كده تحت عنوان لجنة الشرفاء ترد. يعني طبعا الكابتن حسين لبيب كان رئيس لجنة ثلاثية بتدير نادي الزمالك، وطبعا قبل ما يتم عقد انتخابات ويفوز بها الرئيس او المجلس الحالي لنادي الزمالك، قال ايه بقى الكابتن حسين لبيب مع اللجنة؟ قال لجنة إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ترد على الأكاذيب والمهاترات والأقوال المغلوطة. ماشي، تعودنا أن نترفع عن الصغائر، وتربينا في بيوتنا ومن قامات الرياضة العظماء أن لا نتردى إلى حيث يحط الأصاغر والحمقى رحالهم، لكن الأمر تجاوز إلى حد لا يمكن السكوت عنه. يعني مصطلحات قوية جدا من الكابتن حسين لبيب، فخرج علينا من يريد إلهاء الناس وصرف أذهانهم عما اقترف من اسم صار به حديث القاسي والداني، فهداه شيطانه إلى أن يقذف الشرفاء بالباطل عله يصير ضجيجا ينشغل الناس به. كما تعودنا سنبقى على عهدنا نتحدث باللغة التي تليق بنا، وسوف نلتقط من ركام الكذب وأكوام النفايات من المغالطات التي قالها عينة بسيطة اللي رد عليه. يعني موضوع بيبقى صعب جدا، وأنا دايما بكون ضد المصطلحات القوية دي، لأن المجال الرياضي يا جماعة يعني المفترض يكون أهدى من كده بشكل كبير جدا. يكون في شد، يكون في جذب، ولكن يكون في احترام للطرف الآخر، ولكن احنا علينا أننا بنحط حضراتكم في الصورة وبنعرض البيان دون أي تدخل مننا، مع كامل تحفظنا طبعا على المصطلحات الموجودة ومع كامل حق الرد للأطراف الأخرى. كان في كام نقطة كده اتكلم فيهم الكابتن حسين لبيب، خلوني بقى برضو عشان الجمل بتبقى صعبة، فخلوني اقول لكم الملخص. يعني اتكلم ان في حد او قال ان ممدوح عباس حصل 12 مليون جنيه في فترة رئاسة الكابتن حسين لبيب للجنة، والكابتن حسين لبيب اكد قال اننا ما عملناش القصة دي، وممدوح عباس لم يحصل على اي جنيه في وجود اللجنة، وان اللي بيقول الكلام ده يعني لازم يثبت ذلك، ولو ثبت ذلك ان هم هيعتذروا اللجنة، ولكن هو بيؤكد وبيقول لن يثبت فليتأكد، وإن لم يثبت قال إن مش هيثبت، وإن لم يثبت فليتأكد الجميع من هو الأفاق الكاذب الذي يجب أن يصمت للأبد. النقطة الثانية اتكلم عن مسؤولية تجديد إمام عاشور، وقال نقطة مهمة جدا، قال إن اللجنة كانت حتى آخر يوم وآخر ساعة كانت بتخدم نادي الزمالك وسددت مديونية لبعض القضايا الدولية في آخر يوم عمل ليها، وقال إن هو حصل على عقد وتجديد من الكابتن إمام أو تمديد من كابتن إمام عاشور لمدة 4 سنوات، وكان بمقابل مالي قليل جدا، وكان المفترض المجلس الحالي لنادي الزمالك إن هو يتقدم بالعقد ده في مدة أقصاها شهر ويوثق التعاقد. أنتوا عارفين طبعا لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم توثيق العقد في مدة أقصاها شهر، وده ما حصلش، وكان وجهة نظر الكابتن حسين لبيب إن ده كان يعني محتاج مجلس الإدارة الحالي ان هو ياخد لقطة في تجديد لاعب، ده وجهة نظر الكابتن حسين لبيب، ففشل في تجديد عقد اللاعب، واللاعب دلوقتي بيطلب مبالغ مالية كبيرة جدا كان نادي الزمالك من وجهة نظره في غنى عنها، وبيعتبر ان ده إهدار للمال العام، وبيتكلم ان هو بيكمل عمل لجنة اللواء عماد عبد العزيز اللي من وجهة نظره كانت تعمل ايضا من اجل مصلحة نادي الزمالك وبتهتم فقط لا غير بنادي الزمالك على عكس البعض،
اللي بيحاول ينسب اي نجاح لنفسه لا لاحد غيره، واتكلم ايضا في عموله من عقد اللاعب مصطفى محمد وقال ان الكلام ده لم يحدث على الاطلاق، ويعني بعض الكلمات كده قال لك اخيرا نقول ان محاولات اثاره ضجيج معارك وهميه لن يجديك نفعا، فالكل يعلم حقيقتك، الدوله ومؤسساتها المحترمه والشعب المصري عامه والجماهير البيضاء خاصه اكثر وعيا وحكمه مما تعتقد. وقال عاش نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. يعني ده كان يعني بيان من كابتن حسين لبيب، يعني نتمنى طبعا يعني ان تسود الروح الرياضيه المجال الرياضي، وان يكون التعامل على مستوى المسؤولين بشكل يعني في اهدى في هدوء عن كده شويه. خلونا اقول لكم قبل ما اطلع فاصل ان منتخب انجلترا يعني فتحها الخامس، يعني كنت اتمنى اقول لكم فتحها الرابع، لا ده فتحها الخامس، يعني كارلوس كيروش بيلعب بطريقه دفاعيه واستقبل خمس اهداف، ساكا جاب الرابع، ومين اللي جاب الخامس؟ وراشفورد جاب الخامس، يعني 5-0 نتيجه تقيله قوي على منتخب ايران. نطلع فاصل وانتظرونا مع ديربي مع احمد اسامه على اذاعه القاهره الكبرى 102.2. واللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا، وخد معاه الشر وراح. احنا كده يعني طبعنا كده، اتولدنا كده، اللي ما يعرفش قيمتنا ملوش مكان في سكتنا. يا عم حسين حبيبي، وطبعا لسه مكملين، وطبعا يعني بنتابع اجواء المنتخبات العربيه، وعندنا المنتخب السعودي امام مواجهه قويه جدا جدا جدا، يعني امام منتخب الارجنتين، فحابين نحط حضراتكم في الصوره. وجايبين معانا الصحفي السعودي بيغطي كاس العالم الاستاذ عبد الاعلى سكير. يا مساء الفل يا استاذ عبد الاعلى. النور والسرور، مساء الخير على جميع المتابعين. اهلا بيك في اذاعه القاهره الكبرى وبرنامج ديربي مع احمد اسامه، وعايزين حضرتك بقى تحطنا في الصوره كده وتقول لنا اولا، يعني بما اننا اشقاء بنتابع كل المنتخبات العربيه، تقول لي اصداء هزيمه المنتخب القطري في الافتتاح الاول. مساء الخير حبيبي استاذ احمد. طبعا الجماهير العربيه ساندت ويعني عازرت المنتخب القطري قدر المستطاع خلال المباراه وقبل المباراه، ولكن للاسف ممكن اللاعبين الخبره الدوليه للاعبين يعني ما كانت حاضره في المباراه الافتتاحيه، ممكن هذا السبب يعود الى ضغط الجماهير الكبير. لان البطوله كانت يعني المنتخب القطري شارك في عدد مباريات دوليه، ولكن لما في الافتتاح للاسف انعكست صوره مخالفه لما قدمه خلال البطولات. رد الفعل كانت الامانه خلينا نقول من جميع الجماهير العربيه يعني خلينا نقول منيت بصدمه كبيره لنتيجه المنتخب القطري، وكان واضح يعني تاثر الجماهير العربيه بهذه الهزيمه، لان ممكن كان المنتخب القطري، وانا اعتقد ان هذه من الامور اللي زارت الضغط عليه، انه ممكن كان الجميع يرشحها للصعود الدور الثاني بحكم ان المجموعه قد تساعده مقارنه بقيه المنتخبات العربيه. ده حقيقي. خليني اسالك، بما انك كلمت عن الجماهير العربيه، كان في مدرج كده يعني الجميع من فيه يرتدي تيشرت عنابي ومكتوب على صدر التيشرت منتخب قطر، فيعني فالناس تسألت يعني عن هذا المنتخب، البعض او عن هذه الجماهير، فالبعض قال ان دي جماهير او رابطه هتشجع جميع المنتخبات العربيه في البطوله، فمدى صحه هذا الحديث؟ صحيح هذا الكلام، هذه رابطه يعني كان فيهم تجربه اثناء بطولة كأس العرب الأخيرة اللي أقيمت في قطر، وهي رابطة للجماهير العربية، يعني تقريبا من أغلب الدول العربية حتى اللي ما شاركت في أو يعني حتى الجماهير اللي منتخباتها ما تأهلت لكأس العالم موجود أيضا منها، يعني موجود من مصر، موجود من ليبيا، موجود من الأردن، موجود من فلسطين، فهي الجماهير العربية بشكل عام، وراح تؤازر جميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم خلال جميع المباريات. تمام. طيب نروح بقى للمنتخب السعودي ورفاق ميسي، وميسي تحديدا جاي مركز بشكل كبير جدا، والارجنتين مستواها حاليا افضل من كأس العالم الماضي على اقل تقدير، فشايف استعدادات المنتخب السعودي ازاي، ومدى تأثير بعض الغيابات عن المنتخب السعودي؟ طبعا مثل ما تفضلت حبيبي الاستاذ احمد، ممكن حاليا المنتخب الارجنتيني يعتبر هو المرشح الابرز، المنتخب الارجنتيني جاهز بشكل كبير. ايضا اضافه الى ذلك لاعبين المنتخب الارجنتيني عندهم عامل اللي هو حكم ان ميسي راح تكون هذا المشاركه الاخيره له في كاس العالم، فهم يعني حابين يحققون هذا الانجاز.
فأعتقد أن المنتخب الأرجنتيني جاهز بشكل كبير. في الجهة المقابلة المنتخب السعودي يعني في عنده استقرار من ناحية العناصر، في هو الشيء الممكن خلينا نقول المهم جدا خلال هذه المشاركة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان يجتمع مع اللاعبين وما طالبهم بتحقيق أي نتيجة خلينا نقول يعني ممكن تكون مفاجئة أو إيجابية أو تحقيق الفوز في المباريات. اللي طلب منهم فقط أن يقدمون أداء مشرف وأداء يعني مقنع فقط لا غير. فطبعا على الورق وخلال يعني الكل ممكن يتوقع أن المنتخب الأرجنتيني هو المرشح الأبرز مش الفوز بهذه المباراة ولكن بالبطولة، ولكن إحنا عارفين في كأس العالم يعني المفاجآت دائما تكون حاضرة، وممكن من خلال المؤازرة الكبيرة الجماهيرية ممكن إن شاء الله المنتخب السعودي يعني يقدم نتيجة إيجابية، إحنا نعمل ذلك ان شاء الله. وعايز اقول لك ان الكاميرون يعني في كأس العالم 90 وامام الارجنتين في اول مباراة، رغم الارجنتين بطل العالم، قدر يفوزوا بهدف للا شيء. فنتمنى طبعا يعني التوفيق للمنتخب السعودي. خلينا بس نكون واقعين، المباراة بالتأكيد صعبة، ولكن انت قلت في مؤازرة جماهيرية، يعني المفترض قرب السعودية من دولة قطر يعني محتمل يكون كم عدد تقريبا كده الجماهير التي ستساند المنتخب السعودي في مباراة غدا ان شاء الله. تذاكر حبيبنا يا استاذ احمد كان في يعني الاتحاد السعودي قدم تذاكر للانديه حتى ترسل عدد من روابطها، فاعتقد ان خصوصا ايضا في رحلات تردديه يعني بشكل تقريبا خلينا نقول بشكل يومي تقريبا هناك اكثر من 14 رحله. ايضا المنفذ البري الوحيد بين اللي هو قطر ودول الخليج هو السعوديه، فالجماهير حاضره بقوه. يعني متوقع ان شاء الله ان الملعب يكون يعني خلينا نقول حضور الجماهير للمنتخب السعودي يكون بارز وفارق باذن الله. باذن الله صديقي عبد الاعلى، اتفضل. لكم حبيبي استاذ احمد بخصوص اقامه المنتخب السعودي، طبعا المنتخب السعودي هو مقيم في منتجع سنين اللي هو تقريبا يبعد 50 دقيقه عن اللي هو الدوحه او عن استاد بسيط. فالمنتخب السعودي قبل مباراه الارجنتين اللي هي في هذه الليله راح يكون بالدوحه، ما راح يكون منتجع سيلين. يعني راح يغادر منتجع سيلين اللي هو غادر منتجع سيلين بعد التدريبيه الاخيره وراح يكون بالدوحه، ولما تنتهي المباراه راح يرجع المقر في سيلين. تمام جدا. بشكرك جدا يعني الصحفي السعودي عبد الاعلى سكير، حطيتنا في الاحداث. ان شاء الله خلال بطوله كاس العالم نكون متواصلين معاك تتابع لنا كل اخبار المنتخبات العربيه. شكرا جدا زميلي عبد الاعلى، وكل التوفيق للمنتخب السعودي. حبيب في رعايه الله. طبعا ده يعني كان مباراه السعوديه وصحفي سعودي وبيحطكم في دائره الحدث، وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه. ويعني خلاص كده يعني هنودعكم، ومنتخب انجلترا 5 واحنا ودع حلقة ديربي مع أسامة الساعة 5. حابب أشكر جدا يعني مهندس الصوت المهندس حسام محمد، وطبعا رئيس التحرير محمد الصو، وطبعا الأستاذ المخرج المنفذ ماهر عواد. نشوفكم دائما وأبدا، وانتظرونا بكرة إن شاء الله على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 وبرنامجكم ديربي مع أحمد أسامة.